السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم، لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، والسنتنا من الكذب، واعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومعرفتك. ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت فيه المقادير. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي جعلنا من أتباع سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه، وشرفنا وكرمنا بطلعة وارث نبيه سيدنا محمد النبهان قدس سره العزيز. وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله، وما توكلي ولا اعتمادي الا على الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه، ويدفع نقمه، ويكافئ مزيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق والنور والموعظة على فترة من الرسل وانقطاع من الزمن وقلة من العلم وضلالة من الناس ودنو من الساعة وقرب من الأجل، هو خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن صحابته الذين آزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم، وأحثكم ونفسي على طاعته، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفة أمره، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، فيا أمة الحبيب الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، لقد كان موقف سيدنا الصديق رضي الله عنه يوم وفاة النبي صلوات الله عليه، هو الذي حدد اتجاه التاريخ نحو الرجل الذي سيملأ الفراغ الكبير الذي خلفه وتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد كان ابو بكر رضي الله عنه هو الرجل الوحيد من بين الصحابة الذي احتفظ برباطة جاشه وسكينة نفسه في ذلك الموقف الذي يدع الحليم حيران. هذا الرجل هو الجدير بأن يتقدم فيحمل الراية ويقود الأمة الإسلامية في ذلك اليوم العصيب. ومن ذا الذي يفوق أبا بكر إيمانا وقوة وصلابة وعظمة وتفوقا واقتدارا؟ سأله الإمام علي كرم الله وجهه يوما، قال: يا أبا بكر، كلنا صحبنا رسول الله، فبما سبقتنا؟ قال: يا علي، صحبت رسول الله وأعطيت الصحبة حقها. قال علي: صدقت يا أبا بكر. ولقد أعلنها النبي صلوات الله عليه أمام جمهرة من أصحابه يوما، فقال عليه الصلاة والسلام: ما سبقكم أبو بكر بكثير صوم وصلاة، ولكن بسر وقر في صدره. إنه الإيمان الكبير، إنه الإيمان العميق، إنه الإيمان الذي لا يتزعزع، إنه الإيمان الذي لا يتقلقل. إنه أبو بكر صاحب رسول الله في الغار وصفيه رضي الله تعالى عنه. ومن ذا الذي يفوقه إيمانا وقوة وعظمة؟ ما سبقكم أبو بكر بكثير صوم وصلاة، ولكن بسر وقر في صدره. لقد كان هذا الرجل العظيم أهلا لحمل المسؤولية الكبرى بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وتعالوا معي لنشهد أول اجتماع عقده صحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعيد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى في سقيفة بني ساعدة، حيث كان هناك حشد من الأنصار من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، كانوا يتداولون أمرهم فيما بينهم في الرجل الذي يحملونه المسؤولية الكبرى والأمانة العظمى ويولونه خليفة عليهم. حضر هذا الاجتماع سيدنا سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي، والحباب بن المنذر الأوسي، وسيدنا أسيد بن حبير، كما حضره كبار المهاجرين، حضره سيدنا أبو بكر الصديق، وحضره عمر الفاروق وأبو عبيدة. وابتدأ الصديق بالكلام، قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، الذي يتولى زمام الحكم ينبغي أن يكون قرشيا. فرسول الله قرشي، والخلفاء الأربعة كانوا من قريش، الأئمة من قريش. استجاب الأنصار لكلام رسول الله صلوات الله عليه، لذلك رفع أبو بكر أمسك بيد عمر وبيد أبي عبيدة وقال: يا معشر الأنصار، بايعوا أحد هذين الرجلين. أما عمر رضي الله تعالى عنه
أما عمر فهو الذي قال فيه النبي صلوات الله عليه: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وأما أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: أمين هذه الأمة أبو عبيدة. وبمجرد أن قالها سيدنا أبو بكر انتزع الاثنان يديهما من يد أبي بكر وقالا: والله لأن نقدم فتضرب أعناقنا أحب إلينا من أن نتقدم على قوم فيهم أبو بكر. ورفع عمر يد أبي بكر الصديق وقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر يوم من حياته: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. قالوا: بلى. قال: فمن ذا الذي وأيكم تطيب نفسه أن يتقدم على من قدمه رسول الله صلوات الله عليه؟ قالوا: لا أحد. وقاموا يبتدرون بيعة أبي بكر الصديق، وولي أبو بكر خليفة على المسلمين، واعتلى صهوة الخلافة، وأخذ بيده عمر الفاروق رضي الله عنه، أخذ بيده إلى مسجد النبي صلوات الله عليه ليبايعه من تبقى من المهاجرين والأنصار. اعتلى الصديق صهوة الخلافة وصعد منبر رسول الله، صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل درجة لرسول الله إكبارا وإجلالا لسيد الوجود والبركة العامة لكل موجود سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. صعد المنبر وبدأ يتلو خطبة العرش، ولا استمع إلى خطابه في يوم توليته، اسمعوا إلى كلامه وإلى خطابه: ثم ارفعوا رؤوسكم إعجابا بنبيكم الذي خرج أمثال هؤلاء الرجال. حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلوات الله عليه، ثم قال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقا، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هكذا بدأ الصديق خطبة الخلافة، هكذا قرر مصير الأمة معه: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. الضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقا، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم. كأنها آيات منزلة من حول العرش، كأنها آيات نزل بها جبريل عليه السلام. أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. ليس عندي استبداد، ليس في خلافة استبداد ولا دكتاتورية ولا جبر ولا قهر ولا قصر ولا عصبيات ولا محسوبيات ولا طبقيات. بهذا بدأ خطابه، بهذا بدأ خطابه. ولتسمع الشعوب والحكومات
التي تدعو الى الديمقراطية في الحكم، لتسمح الحكومات التي تدعو الى الديمقراطية في الحكم والسلطة. هل هناك ديمقراطية في العالم تشبه هذا الكلام الذي تكلم به الصديق رضي الله عنه؟ وانا لا اسمي هذا الحكم ديمقراطية ابدا، انها عدالة الاسلام، انها المساواة في الاسلام، لا ديمقراطية في ديننا، لا ديمقراطية في ملتنا وفي شريعتنا، انها العدالة، انها المساواة. هل هناك ديمقراطية في العالم تشبه هذا الذي قرره الصديق رضي الله عنه؟ لتسمع تلك الحكومات التي تدعي الديمقراطية والتي تدعي العدالة والمساواة، والتي جاءتنا بجيوش جرارة لتدمر البلاد والعباد، وهي تزعم انها تدافع عن الديمقراطية. اين الديمقراطية التي تزعمون؟ اين الديمقراطية التي تظهرون شعارها؟ جئتم تحملون القنبلة النووية في يد والدولار في اليد الاخرى لتدمر الشعوب وتهدم المنازل وتقتل النساء والاطفال، وانتم تزعمون انكم تدافعون عن الديمقراطية. اين الديمقراطية في العراق التي زعمتم انكم تدافعون عنها؟ اين تحقيق الديمقراطية في فلسطين؟ اين هذه الديمقراطية المزعومة في بلاد البوسنة والهرسك وفي جبال البلقان؟ اين هذه الديمقراطية في بلاد افغانستان وفي شرق العالم الاسلامي؟ لتسمع الشعوب ما قاله الخليفة، وانا لا اجري مقارنة بين هذه الشعوب وبين تلك الحكومات وبين ما قاله ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ليست هنالك اي نسبة في هذه المقارنة، ليست هنالك مقارنة بين عدالة الاسلام وبين الديمقراطية المزعومة الكاذبة. اننا لا نقول ان السيف امضى من العصا، الا ترى ان السيف يزرى برأيه اذا قيل ان السيف امضى من العصا؟ اخوة الايمان والعقيدة، هكذا تمت بيعة الصديق بكل بساطة وهدوء ويسر وسهولة، ليس فيها ادنى معارضة، ليست فيها اية منازع، لا تزوير في صناديق الانتخاب، لا دعايات كاذبة، لا اعلانات وقحة مزورة، تمت البيعة في حدود البساطة. بايع المهاجرون والانصار في ساعة واحدة في يوم واحد، وولوا ابا بكر خليفة عليهم. ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعد هذه البيعة لزم بيته 3 ايام، ثم خرج وجمع الناس وصعد المنبر واعلن استقالته من الخلافة. نعم، ورد ان سيدنا ابا بكر رضي الله عنه بعد ان بويع مكث في بيته 3 ايام، ثم خرج يعلن استقالته. قال: ايها الناس، انكم بايعتموني واني قد اقلتكم بيعتكم، فبايعوا من شئتم. سكت الصحابة لا يدرون بماذا يجيبون، واذا بالامام علي كرم الله وجهه يقوم بمفرده من بين الصفوف ملوحا لابي بكر الصديق
رضي الله عنه بعدم الموافقة وبعدم قبول الاستطالة، قال: يا خليفة رسول الله، والله لا نقيلك ولا نستقيلك، انت الذي قدمك رسول الله، فمن ذا الذي يؤخرك؟ فنزل الصديق، جاء في اليوم الثاني يعلن استقالته، ويجيبه علي بنفس الجواب. ثلاثة ايام وهو يعلن استقالته امام جمهرة الصحابة، ويجيبه سيدنا علي كرم الله وجهه بقوله: والله لا نقيلك ولا نستقيلك، انت الذي قدمك رسول الله، فمن ذا الذي يؤخرك؟ اخوة الايمان والعقيدة، مع اللقاء الثاني والسبعين بعد المئة الثالثة والالف، ماذا صنع سيدنا ابو بكر حينما تولى منصب الخلافة؟ لقد صنع صنع الانبياء والمرسلين، لقد كان اول تلميذ تخرج من جامعة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نبأ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما كاد يزيع في انحاء الجزيرة العربية، حتى تصور المرجفون والذين في قلوبهم مرض ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت لوحده، وانما مات الاسلام معه. ظنوا ان الاسلام مات بموت الرسول، وان القرآن دفن مع صاحب القرآن، وان شريعة الله غابت، وان رسالة الله اندثرت. فكفرت الارض من حول المدينة، وتصرمت انحاء الجزيرة العربية، وابتدأت الانتفاضات، ثم استشرت وتحولت الى ردة عن الاسلام في انحاء الجزيرة العربية، تحولت الى ردة والى جيوش ينادي بعضها بعضا للزحف على المدينة المنورة وابادة خضراء الاسلام. تقول السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من كل ناحية من انحاء الجزيرة العربية مرتدون، واشرأبت اليهودية والنصرانية، ونجم النفاق في المدينة وفيما حولها. لقد انفجرت القبائل العربية كما ينفجر البركان الهائل المدمر، وانشقت الجزيرة العربية، انشقت الارض عن انبياء كذبة، عن انبياء كذبة ادعوا انهم تولوا النبوة والرسالة بعد رسول الله صلوات الله عليه، وقاموا بدعايتهم الضالة، يؤلبون القبائل العربية ضد المسلمين في المدينة. قام طليحة بن خويلد الأسدي يدعي النبوة والرسالة، وتبعه الكثيرون من قبائل أسد وغطفان وطيء وعبس وذبيان. كما اشتعلت نيران الردة في بني عامر وسليم وهوازن، ثم شبت نيران الردة في بني تميم، وجاءتهم المرأة سجاح تزعق فيهم بنبوتها الضالة المهرجة، وقام الأسود العنسي في بلاد اليمن يدعي النبوة والرسالة أيضا. ثم تمرد اهل اليمامة رافعين لواء اخطر مدعي النبوة على الاطلاق، مسيلمة الكذاب،
ونادى منادي المرتدين قائلا: أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. يدعون أنهم أطاعوا رسول الله لما كان بينهم، فلماذا يطيعون أبا بكر؟ أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. ماذا فعل أبو بكر تجاه المرتدين في أنحاء الجزيرة العربية؟ كان المرتدون على قسمين أيها الإخوة. قسم منع الزكاة فقط، أقام الصلاة ورفع شعار الأذان، ولكنه امتنع عن أداء الزكاة. قالوا: كنا نؤديها في زمن النبي، أما الآن فلن نؤديها إلى أبي بكر الصديق. هذا هو الفريق الأول. أما الفريق الثاني وهم الأكثرون الذين اتبعوا هؤلاء المتنبئين الكذابين، فماذا فعل أبو بكر؟ هل يتراجع إلى الوراء؟ لا. هل ينكص أمام الأعداء؟ لا. هل يسلك سبيل المفاوضات؟ لا. إن أبا بكر أمة بأكملها. لقد قلت لكم آنفا إنه صنع صنيع الأنبياء والمرسلين. أمامه الجزيرة العربية برمتها عدا المدينة ومكة والطائف، قد انفجرت انفجارا هائلا بالردة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته أوصى بأن يسير الجيش إلى تخوم البلقاء. كان عليه الصلاة والسلام قد عقد لواء لأسامة بن زيد رضي الله عنهما، وولاه على جيش تعداده 40,000 مقاتل، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم الدارون والبلقاء في فلسطين. المسلمون عندهم قوة لا يستهان بها، 40,000، ولكن ما بال أبي بكر رضي الله عنه يريد أن يسير هذا الجيش إلى فلسطين وإلى تخوم البلقاء والدارون بقيادة أسامة، ويترك المدينة وليس لها حماية إلا أفراد قلائل. رجى الصحابة أبا بكر وأرسلوا عمر الفاروق رضي الله عنه أن يرجو أبا بكر بأن يحل هذا الجيش ويدعه في المدينة حماية للمسلمين، لأن المرتدين يوشكوا أن ينقضوا على عاصمة الإسلام، على عاصمة الدولة الإسلامية المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه، وهو الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر يوم من حياته: أنفذوا بعث أسامة. يريد النبي صلوات الله عليه أن ينطلق الجيش إلى فلسطين وإلى تخوم البلقاء، ولكن الجيش ما أن خطى خطوة حتى لحق النبي بالرفيق الأعلى، فعسكر الجيش بظاهر المدينة. ولما تولى أبو بكر الخلافة أمر أن يسير الجيش. قال له عمر رضي الله عنه: إن صحابة رسول الله يرجونك يا أبا بكر
ان تحل هذا الجيش لان فيه قوة لنا على المرتدين. ودع الروم ودع اولئك الذين نريد مقاتلتهم في فلسطين، نحن بحاجة ماسة الى هذا الجيش الكثيف. لكن سيدنا الصديق رضي الله عنه كان ينظر من وراء وكان يريد تنفيذ اوامر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال يا عمر لا احل لواء عقده رسول الله بيده، والله لو خطفتني الذئاب ما رجعت عن قضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع الفاروق الى صحابة رسول الله يخبرهم بعزم ابي بكر على انفاذ بعث اسامة، فرجاه الصحابة قالوا يا ابا حفص ان اسامة شاب في مقتبل العمر يتولى هذا الجيش الكثيف، وفي داخل هذا الجيش وفي صفوفه من هو أدرى منه بالحرب قائد الجيش. كان في 17 من عمره، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش فيه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وسعد وابو عبيدة وكبار الصحابة. 17 من عمره، شبابنا اليوم ابن 17، ابن 27، شبابنا اليوم ساقط الهمة، مهزوم الشخصية، حائر بائر، وقيع وقيع. ليس له هم ولا شغل إلا لباسه وشكله وهندامه، يقف ساعات وساعات أمام المرآة يصفف شعره المتماوج ويتضمخ بأنواع العطور ويزر هذا ويفتح ذاك، فلا ترى في لباسه إلا الأصفر والأحمر، لا ترى في لباسه الا الالوان المشكلة المتنوعة. فاذا مشى تكسر وتخنق وتخلع كما تمشي الفتاة والبنت في مشيتها. اما اذا قامت الحرب ودقت ظهورها فانه يطلق ساقيه للريح ويقول انج سعد فقد هلك سعيد. اذا ما الحرب قامت واستعرت تراه وراء ربات الحجال وقالت ونادته نساء الحي قالت فسل السيف والحق بالرجال. فقال الفارس المغوار اني نسيت اعد رمحي، نسيت اعد رمحي والنصال، وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزال. هؤلاء الشباب نقابل بهم العدو، هؤلاء الشباب الساقطون الهمة نستطيع ان نقابل ونقاتل بهم الاعداء الذين يتربصون بنا ليل نهار. اسامة في 17 من عمره، اسود اللون، عينه رسول الله قائدا على جيش تعتاده 40,000،
فيهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، اسامة الذي لم يطر شاربه بعد ولم تنضف لحيته بعد، يقود هذا الجيش الكثيف. وما كان اصحاب رسول الله الا شبابا، هل كان سيدنا علي في بدر وأحد الا في العشرين من عمره؟ سيدنا علي في بدر وأحد نادى مناد لا فتى الا علي ولا سيف الا ذو الفقار، كان في العشرينات، في الثانية والعشرين من عمره او في الحادي والعشرين. لا تظنوا ان اصحاب رسول الله كانوا عجائز او شيوخا قد لج بهم العمر، كانوا شبابا في مقتبل الشباب، عاشوا في الاسلام اياما وسنوات. سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه عاش في الاسلام 4 سنوات، فلما استشهد رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، من من امتك مات الليلة اهتز لموته عرش الرحمن؟ قال: هو سعد بن معاذ. اسلم وكان في 36 من عمره، وعاش 4 سنوات في الاسلام، واستشهد في 4 من الهجرة. سعد قال المسلمون سعد في الانصار كابي بكر في المهاجرين. اما خالد بن الوليد فاتح المشرق والمغرب الذي ضم بين ذراعيه فارس والروم، اتدرون كم عاش مع رسول الله في الاسلام؟ 3 سنوات. وعاش مع الخلفاء 5 سنوات. لما لقي الرفيق الاعلى، لما نام على فراش الموت وهو يقول: لقد خضت 100 معركة او زرعها، وما بجسدي موضع شبر الا وفيه ضربة بسيف او طعنة برمح، وكنت اردت ان اموت شهيدا في سبيل الله، لكني اموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت اعين الجبناء. عاش في الاسلام 8 سنوات، 3 مع رسول الله و5 بعده. لما لقي الرفيق الاعلى كان في 58، خالد الذي قال فيه عمر الفاروق: عقمت النساء ان يلدن مثل خالد. اصحاب رسول الله في مقتبل الشباب، زيد بن حارثة في 30، جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة الانصاري كانوا في 30 من عمرهم من اعمارهم. اما شيوخ المهاجرين والانصار، كان ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي يعد شيخا بين الصحابة، كان في 51 حينما هاجر مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في 51 لما تولى منصب الخلافة، كان في 60 من عمره، عاش بعد النبي صلوات الله عليه 2 وبعض الأشهر، 2 وشهرين وبعض الأيام رضي الله تعالى عنه. أسامة بن زيد قائد على جيش كثيف تعداده 40,000، فيهم كبار الصحابة. رجاء عمر ان يولي رجلا غيره، من هو اسن منه ومن هو ادرى بالقتال، كخالد وعلي وابي عبيدة وكثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم.
قال يا خليفة رسول الله نرجوك ان تولي من هو اسن منه وادرى منه بالقتال. فاجابه ابو بكر الصديق رضي الله عنه محتاجا غاضبا: يا عمر ايوليه رسول الله وتطلب مني ان اعزله؟ لا عزلته ابدا. وامر اسامة بان ينطلق، وامر عمر ان ينضم الى الجيش. وانطلق عمر مسرعا الى جيش اسامة وانضم بين صفوف الجيش الاسلامي. واقبل ابو بكر يودع الجيش الغادي في سبيل الله، جاء ماشيا الى ظهر المدينة، فلقيه قائد الجيش اسامة واراد ان ينزل عن فرسه، لكن ابا بكر اصر عليه ان يبقى راكبا. قال: يا خليفة رسول الله اما ان انزل واما ان تركب. فقال الخليفة الاول للمصطفى صلوات الله عليه: والله لا اركب ووالله لا تنزل، وما علي ان اغفر قدمي ساعة في سبيل الله، فلكل خطوة في سبيل الله ستر 100 درجة. ثم قال له: يا اسامة اتأذن لي في عمر؟ ما هذا، الخليفة يستأذن قائد الجيش في احد افراد الجيش؟ ولو اراد الخليفة ان يستبقي عمر بدون ان يستأذن لكان له الحق في ذلك، ولكنه ادبا مع القائد الذي نصبه رسول الله، ادبا مع الحب ابن الحب. كان اسامة لقبه الحب ابن الحب، هو الحب وابوه الحب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وارضاه. اتأذن لي في عمر فانني احتاج الى مشورته؟ فاذن اسامة لعمر ان يرجع مع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار الصديق ماشيا وهو يودع الجيش الزاحف الى تخوم البلقاء والدارون في فلسطين. خرج يودع الجيش ويوصيهم ويرسي قواعد الحرب الانسانية. اسمعوا الى وصية ابي بكر الصديق. لماذا اوصى اسامة؟ هل اوصاه بان يدمر المنازل فوق اهلها؟ هل اوصاه بان يدمر المستشفيات فوق اهلها؟ هل اوصاه بان يذبح الاطفال والنساء والشيوخ والعجائز والعزل؟ اسمعوا الى قاموس الحرب في الاسلام، اسمعوا الى قانون الحرب وقاموس الاخلاق في الحرب الاسلامية. وقف الصديق يودع الجيش ويوصيهم قائلا: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تخونوا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لطعام. وسوف تمرون بأقوام فرغوا نفوسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا نفوسهم لا. وسوف تمرون بأقوام فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فإذا لقيتموهم فاخفقوهم بالسيف خفقا، انطلقوا على بركة الله. هذا هو الفتح الاسلامي، هذا هو الفتح الاسلامي الذي لم يعرف التاريخ مثيله فتحا. طبق المسلمون فيه قواعد الحرب الانسانية
التي كانت اوروبا تسعى الى تحقيقها منذ القرن التاسع عشر، لكن طبيعتها الذئبية الوحشية غلبت على انسانيتها المصطنعة، فاكتفت بتصديرها في كتب الحقوق الدولية. ان الاسلام فتح ثلاثة ارباع العالم، وكان يحمل الى البلاد التي فتحها الهداية والنور والمعرفة، ولا يقاتل المسلمون في حروبهم الا من قاتلهم، لا يلجؤون الى الحرب الا من قاومهم، لا يغدرون ولا يخونون ولا يمثلون، لا يقتلون طفلا ولا يقتلون شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا يقطعون شجرة مثمرة، ولا يعقرون نخلا ولا يحرقون، ولا ينازلون عزلا، ولا يهدمون منزلا، ولا يقاتلون عابدا متبتلا. اين هذه الفتوح؟ اين هذه الفتوح من فتوح الاستعمار الغربي الذي هجم هجمته الشرسة على بلادنا وعلى امصارنا؟ ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم ابطحوا، وحللتم قتل الاسارى، وربما غدونا على الاسرى نمن ونصفح. فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذي فيه ينضح. اخوة الايمان والعقيدة، انطلق جيش اسامة بهذه الوصايا العظيمة وبهذه القواعد الانسانية، وصلوا الى هناك، وكلما مروا بالقبائل المرتدة العربية قالت العرب بعضها لبعض: لو لم يكن لابي بكر قوة كافية لما ارسل هذه الزيادة الى بلاد الروم. ان عند ابي بكر قوة كافية، نعم كان لدى ابي بكر قوة كافية، كان لديه الايمان الكبير، كان لديه الايمان العميق، نفذ اوامر رسول الله، فكان النصر حليفة، نصر بالرعب كما نصر سيده ومعلمه ومؤسسه سيدنا محمد صلوات الله عليه. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب من مسيرة شهر كامل. انطلق جيش أسامة الى هناك، فدك معاقل الروم، واوطأ خيل المسلمين هناك، ورجع ظافرا منتصرا، رجع ظافرا منتصرا. اخوة الايمان والعبيدة، هنالك امر ثالث بعد مسير الجيش وامارة اسامة. ايضا رجى الصحابة ابا بكر في تعديله وفي تغييره. ما هو هذا الامر الثالث؟ لقد قلنا في بداية حديثنا ان المرتدين كان منهم فريق منعوا الزكاة، وقالوا اطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لابي بكر ايورثها بكرا اذا مات بعده، وتلك الامر الله قاصمة الظهر. منعوا الزكاة، رجى الصحابة ابا بكر وارسلوا اليه عمر ليثنيه عن عزمه في قتال مانع الزكاة. قال: يا ابا بكر، يا خليفة رسول الله، دعنك هؤلاء، ما داموا يصلون ويرفعون شعار الاذان ويشهدون الشهادتين ولو منعوا الزكاة، فدعهم حتى نستكمل عدتنا ونقمع اولئك المرتدين اتباع المتنبئين الكذبة. لكن ابا بكر الصديق
رضي الله تعالى عنه هجم على عمر. نعم انقض عليه. انقض على من؟ على عمر. امسك بلحيته وهزها هزة عنيفة ذكرت عمر بمسكب امساك رسول الله له يوم دار الارقم. امسك بلحية عمر وقبض عليها قبضة قوية وقال له عمر اجبارا في الجاهلية خوارا في الاسلام؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. لم يشأ ابو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يرضى ابدا ان يفرق بين العبادة البدنية والعبادة المالية، فقال رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. الاسلام اوجب سل السيوف واعلان الحرب على كل فئة ذات شوكة تتمرد على اداء الزكاة. قال صلوات الله عليه امرت بان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تبارك وتعالى. لذلك لم يرضى ابو بكر الصديق ان يفرق بين الصلاة والزكاة، اعلن الحرب على مانع الزكاة ووقف منهم موقفا تاريخيا فذا فريدا. ولو كان ابو بكر الصديق بيننا اليوم لأعمل سيفه في كثير من الاغنياء الذين يقبضون ايديهم عن اداء حق الزكاة للفقراء. الامة اليوم تعاني من فقر شديد، مجتمعاتنا اليوم تعاني من فقر مدقع، الفقراء اليوم يأكلون الجوع ويلبسون العري ويموتون من المرض لا يجدون الغذاء، وإن وجدوا الغذاء لا يجدون الدواء، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. ابحثوا عن الفقراء، ولو علم الله أن زكاة الأغنياء لم تكفي الفقراء لفرض لهم من غير زكاتهم ما يكفيهم، فاذا جاع الفقراء فبظلم الاغنياء لهم يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي افترضت لنا عليهم، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. اخوة الايمان والعقيدة حصنوا اموالكم بالزكاة. واجهني احد الاغنياء وهو يرتجف هلعا وخوفا مما جرى من تكرار الحوادث والجرائم. قلت له اتريد تحصينا لمالك؟ اتريد حراسة مشددة لثروتك؟ قال نعم. قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حصنوا اموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء. قال انه ينفق المال الكثير دون ان يحسب الحساب الدقيق للزكاة. قلت له هذا لا يكفي، لا بد من حساب الفرض. ايها الاخوة، يظن كثير من الناس من الاغنياء ومن اصحاب الثروات الضخمة
انهم حينما ينفقون ويعطون بدون حساب وبدون عمل دقيق وحساب ذمة خاصة للزكاة ان هذا يكفيهم. لا بد من ان تحسب حساب الفرض للزكاة. يعني لو ان انسانا حضرته صلاة الظهر فصلى 20 ركعة دون ان يصلي 4 ركعات فرض الظهيرة لا يكفي ولو صلى 500 ركعة. لا يكفي الا ان تصلي الفرض وبعد ذلك اد ما بدا لك من النوافل والسنن. وايضا في فريضة الزكاة لا بد الا ان تحسب الحساب الدقيق وان تقدر التقدير الدقيق وتحسب ذمة خاصة للزكاة 2.5%. ثم بعد ذلك لا عليك ان تتصدق، تصدق ما شئت واعطي ما شئت بعد ان تؤدي فريضة الزكاة. حصنوا اموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واعدوا للبلاء الدعاء. اخوة الايمان والعقيدة، لو ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كان فيما بيننا لشن الحرب تلو الحرب على كثير من الاغنياء الذين يقبضون ايديهم شحا وبخلا عن اداء هذه الفريضة التي فيها تحصين لاموالهم وحراسة لثرواتهم والتي فيها حفظ لما يملكون من نشب ومتاع. لذلك اعلنها ابو بكر صريحة ومدوية قائلا لسيدنا عمر: يا عمر، اجبار في الجاهلية خوار في الاسلام، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. هذه هي مواقف الصديق او بعض مواقف الصديق، وهذه هي تربية رسول الله، وهذه هي الرجال التي انجبهم الاسلام وخرجهم سيد الانام سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ان بيننا وبين اسلامنا بعدا شاسعا ومسافة كبيرة. ان الامة الاسلامية اليوم ايها الاخوة تحيا حياة الخطر وتمشي بخطى سريعة لتصل الى الهاوية، ولا تزال تتدحرج حتى تصل الى القاع. وليس هذا الخطر الذي يحدق بنا من عدو محتل فقط ولا من مستعمر طامع فحسب، انما الخطر المحدق بنا يكمن في داخلنا، منبعث من الداخل، من داخل نفوسنا. فحصوننا مهددة من داخلنا، حصوننا مهددة من داخلها. هذا الخطر المحدق يكمن في شيئين: في جهلنا بديننا، وفي كثرة دعاة الانحراف والانحلال بين صفوف هذه الأمة. جهل مطبق، جهل مطبق بتعاليم الإسلام، بعد عن الدين، بعد عن تعاليم وشرائع الإسلام، غلاف غلف القلوب بسوادها مما اتاح لدعاة الانحلال والانحراف ان يجدوا في عقول شبابنا مرافع خصبة لهم ليؤدوا ما يرغبون من انحلال هذه الامة ومن زعزعتها ومن ضعضعتها. لذلك لم تعد الكلمة تسمع ولم تعد النصيحة تقبل، واصبحت الموعظة الحسنة اليوم كلاما لا طائل تحته ولا فائدة ترجى منه. واصبح الذين يدعون الى صراط الله لا يجدون الا اذانا صما واعينا عميا والسنة بكما وقلوبا عمياء مغلفة. لهم قلوب
قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. يقول الإمام الغزالي رضي الله عنه: إن المشكلة ليست هي النصيحة، إنما المشكل هو قبولها. النصيحة لم تعد تقبل، وكيف تقبل النصيحة والقلوب في قساوتها أشد من الحجارة ومن الصخر الأصم؟ أيها الإخوة المؤمنون، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فإنها نفثات مكلوم جريح القلب يعبر عن ألمه وأسفه لأوضاع هذه الأمة. نحن في أوضاع يندى لها الجبين. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا كان موقف الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الموقف الذي حدد اتجاه التاريخ نحو الرجل الذي سيملأ الفراغ الكبير الذي تركه رسول الله. كان أهلا لحمل المسؤولية ولحمل الأمانة حتى أوصلها إلى ذروتها، ثم ترك الخلافة من بعده إلى أبي حفص عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. وهكذا كان أصحاب النبي وكانت رجالات الإسلام في حملهم لهذه الأمانة التي أمنهم وأتمنهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال لهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. اللهم اجعل كتابك ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وكروبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء